السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آج ہم سیکھنے والے ہیں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر اور سورۃ اللہب۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکافرون، سورۃ نمبر 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الكافرون، قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، 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 ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ سورة النصر۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك
واستغفره إنه كان توابا.